حجر للمجهود الوفير اللي هو عامله النهارده واللي احنا شايفينه على ارض الواقع. يمكن طبعا عايزين كلنا النهارده نتشرف بوجود المهندس عادل رجب، يا ريت يقول لنا كلمه النهارده كده بتشريفه معانا. احنا بنتكلم فوق يعني مجهود مشكور، واللي انتوا عاملينه النهارده ده عشان البلد، واحنا كلنا موجودين عشان البلد ان شاء الله نكمل. بس بكره عايزين شويه تكثيف عشان خاطر الموضوع النهارده بكلنا حاسين ان هو كان محتاج ضغطه شويه. فمعانا بكره ان شاء الله بالقيادة المحترمه زي النائب حشمت هنقدروا، ابو حجر هنقدروا ان احنا نقدر نوفره ده، وكلنا اي دعم انتوا عايزينه احنا جاهزين ليه. بس لازم الناس تبقى موجوده تدي اصواتها عشان خاطر شكلنا قدام حتى الدنيا كلها يليق ان فعلا حزب الصحافه الوطن ورجاله الصحافه الوطن قدرت ان هي تطلع بشكل يشرف في وسط الحاله اللي احنا شايفينها النهارده دي، اللي قد تكون يمكن مش عاجبانا شويه، لكن بكره انا واثق ان احنا هنكون مؤدين باكتر وباهميه اكتر وهنتحركوا شويه. وده دورنا احنا كقيادات وكشيخات وكممثلين للحزب داخل المواقع السكنيه بتاعتنا. فعارفين بكره بحيث ان احنا نقدر ان شاء الله نوفروا العدد اللي فيه نقدر نطلع بالشكل اللي احنا كلنا راضيين واللي احنا عايزينه كمصريين، مش هقول بقى مستقبل وطن او اي حزب، كمصريين. فعلينا دعم، علينا شغل كبير لازم نقوم بيه. بكره انا منتظر منكم مجهود، وهنيجي تاني نقف برضه نتفرج على شكل اللجان، محتاجين فعلا يبقى شكلنا افضل. انتوا كلكم انا عارف في حاجات حدثت هتشوفها بكره وهتعوضوا اللي حصل النهارده باذن الله. موفقين ويا رب ان شاء الله تعالى تتم الشغل.